كريم شايف في مباراة بكرة ازاي؟ والله يا كابتن اسلام، يعني انا عايز نعمل كده مقارنه بسيطه ما بين مباراه بيراميدز الاخيره ومباراه بكره. انا في وجهه نظري الكابتن ايمن رمادي هيكرر نفس اللي عمله قدام بيراميدز. اتفرج على المباراه دي، نادي سيراميك كليوباترا لعب بسيستم ممتاز جدا يناسب اسلوب لاعب بيراميدز اللي هو ان برضه النادي الاهلي شبيه بيه. وهدي بعض الارقام لتوضح اللي احنا بنتكلم فيه. نادي بيراميدز قدام مع نادي سيراميك كليوباترا في كاستحواذ بنتكلم 60 40 لبيراميدز. عايز اقول لكم رقم يوضح لك شكل الماتش اللي ما شافش الماتش كان عامل ازاي. نادي بيراميدز عمل 431 تمرير مقابل 166 تمرير فقط نادي سيراميكا. ده يبين لك، والماتش خلص يا جماعه 2-0، مش 2-1 ولا 1-0، 2-0 النادي سيراميكا. وكان عندهم برضو بصراحه كام فرصه اخرى كان ممكن يزودوا بيها الغله التهديفيه. في المقابل طبعا نادي بيراميدز عمل هجمات خطيره جدا، بس كان حظهم سيء في الفينش. الاكسبكتد جولز في المباراه دي يا كابتن اسلام 1.5 لنادي بيراميدز في مقابل 0.5 لنادي سيراميكا. فده برضو يبين لك قد ايه نادي كابتن ايمن رمادي ازاي عرف يحجم نادي بيراميدز، ساب له الكوره وما اعتمدش على لعبه الاستحواذ معاه. ممكن يلعب لعبه الاستحواذ دي مع فرق اخرى، لكن ما يلعبهاش مع بيراميدز، مش هيلعبها مع الزمالك، مش هيلعبها مع الاهلي، مش هيلعبها مع الفرق الكبيره. وبالتالي انا بشوف ان مباراه بكره ان شاء الله هنشوف فيها نسخه من مباراه سيراميكا قدام بيراميدز. الكره نادي سيراميكا هيسيبها خالص تماما للنادي الاهلي، وهيعتمد على الهجمات المرتده في وجود معاه اثنين بلاي ميكرز بيلعبوا مع بعض بشكل مميز جدا، محمد صحيح. ابراهيم والقندوسي الاثنين ربما يعني دايما نقول ايه، لما يكون في اثنين معلمين في وسط الملعب ممكن اللعب يقف، انما بصراحه الاثنين مع بعض عاملين دويتو اكثر 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 من رائع. خصوصا طبعا القندوس، شفنا الهدف بتاعه الاول في مرمى نادي بيراميدز، هدف مميز. وضيف بقى على الاثنين معلمين دول قدامهم واحد فعلا مهاجم ممتاز جدا، مهاجم هجام قوي للغايه، بيلعب بره منطقه الجزاء بشكل مميز، بيلعب داخل منطقه الجزاء بشكل مميز، هو جون ايبوكا. وكمان بصراحه صديق اوجولا كان موجود، يعني من حسن حظ الاهلي ان هو موقوف، بس برده الولد على الطرف بشكل مميز جدا. بس برضو حاجة مهمة برضو ان احنا نعرفها، ان نادي سيراميكا من يعني الارقام السيئة دي عنده رقم مميز جدا، عنده ان هو عمل 15 محاولة على المرمى، منهم اربع محاولات على المرمى، يعني ال 15 دول كتوتل، الاربعة بين ثلاث خشبات. نادي بيراميدز في التوتل بتاعه اربعة على ثلاث خشبات. ده معناه ايه؟ ان كابتن ايمن رمادي مخلي فرقته عندها نجاعة، يعني لما بروح بهجمه مركزه واللعيبه بتركز فيها، ان انا مش هقدر اروح للفرق دي كتير. وبالتالي يجب على دفاع النادي الاهلي يبقى عارف سيناريو اللعب ده، والسيناريو ده يا كابتن اسلام الاهلي بيشوفه كتير، وحتى شفناه في ماتش اتحاد العاصمه، وقلنا ان في فرق كتيره قدام النادي الاهلي مش هتهاجمك. الفريق في وجهه نظري الوحيد في افريقيا اللي هيلاعب النادي الاهلي راس براس هو صن داونز، بخلاف سان داونز كل الفرق هتلعب بالاسلوب. سان داونز في جنوب افريقيا. نعم، في جنوب افريقيا بالظبط كده. لكن مباراه بكره دي سيناريو متكرر، فمهمتنا بقى ان انت ما تاخرش التقدم. كل ما هتاخر الضغط بتاع الوقت هيزيد عليك انت، وبيريح اللي قدامك، وانت كمان بتجبر كل المدافعين بتوعك يطلعوا لقدام، فبتتساب مساحات خلفيه. فالمباراه دي من اهم العلاج فيها انك تبقى الهدف بتاعك مبكر وتقضي على التنافسية بشكل مبكر عشان تريح نفسك في بقية المباراة.